بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناة حوحو 1981 فول 2. في هذا الفيديو الجديد سوف أحاول وضع مقارنة ولنفتح يعني علبة سامسونج جالاكسي S5 ووضع مقارنة بينه وبين جالاكسي S4 أحبابي في الله في مجموعة من الخصائص التي قد تريد يعني معرفتها، يعني خصوصا إذا كنت مقبل لشراء هاتف جديد وصدد التفكير بشراء هاتف جالاكسي S5. سوف أضع لكم مقارنة بسيطة أحبابي في الله، وسوف أنصحك في حالة ما كنت تريد شراء جالاكسي S5 أن تشتريه أو غير ذلك، أو الصبر يعني صح التعبير لحين ما يتم إصدار هواتف أخرى من شركة سامسونج. فأنا شخصيا فتحت من قبل يعني العلبة، فالمبلغ أولا يعني الخاص بجالاكسي S5 هنا في إسبانيا يعني مبلغه تقريبا 500 أورو، اشتريته ب 499 تقريبا 500 أورو فرق يعني، فقط لا أعرف يعني في بلدان أخرى ثمنه. طبعا العلبة تحتوي على الهاتف كما هو معروف، وأيضا يعني السماعات وأيضا الشاحن. فالأول سوف أحول يعني مقارنته بهاتف جالاكسي S4 أحباب في الله. فأول شيء بالمناسبة يعني جالاكسي S4 عندي يعني الشاشة انكسرت هذه الأيام، تقريبا 5 أيام سقط لي في الأرض وانكسرت الشاشة علينا. أول شيء سوف تلاحظه يعني بين الهاتفين أحباب في الله وهو الشاشة، حجم الشاشة في جالاكسي S5 فهو كبير مقارنة يعني بجالاكسي S5 أحباب في الله، كما سوف تشاهدون كبيرة نوعا ما كما تشاهدون أحباب في الله، بحيث أنه حجم الشاشة في جالاكسي S5 تقريبا 5.1 إنش مقارنة بجالاكسي S4 الذي توفر على شاشة 5 إنش أحباب في الله. الحجم أو يعني نعم يعني حجم أو وزن الهاتف أحباب في الله بالنسبة لجالاكسي S5 فنجده أخف بشكل ملحوظ يعني مقارنة بجالاكسي S4، وخاصية جميلة أخرى أحباب في الله. وأيضا الخلفية الموجودة في الجالاكسي S4 أو S5 أحباب في الله فهي خلفية أجدها فخمة أحباب في الله عند لمسي، على ما أعتقد أنها خلفية خشبية فتلمسه يعني تحس بالفخامة مقارنة بالخلفية البلاستيكية الموجودة في جالاكسي S4 أحباب في الله. طبعا يعني بالنسبة لل الأشياء التي هي مهمة في الهاتف أحباب في الله، سوف أحاول أن أبدأ في المعالج وهو العنصر المهم في أي هاتف. بالنسبة للمعالج الموجود في جالاكسي S5 فهو قوي أحباب في الله مقارنة بالمعالج الذي هو موجود في جالاكسي S4، بحيث أن المعالج الذي هو موجود في جالاكسي S5 هو معالج كوالكوم 800 سناب دراجون رباعي النواة، يعني تردده 2.5 جيجا هيرتز مقارنة يعني بجالاكسي S4 الذي يتوفر على معالج بحدود يعني 1.9 جيجا هيرتز. فنلاحظ يعني بأن المعالج في جالاكسي S5 ضعف قوته، ضعف يعني المعالج الذي هو موجود في جالاكسي S4 أحباب في الله، وهو عنصر مهم جدا في الهاتف، بحيث أنه سوف تشاهد سرعة أكبر مقارنة عند تصفح الهاتف وأيضا الألعاب إلى غير ذلك، يعني مقارنة بجالاكسي S4 أحباب في الله. بالنسبة للذاكرة الرام في جالاكسي S5 فلا تختلف بالنسبة مقارنة بجالاكسي S4، فيحتوي على 2 جيجا بايت في الرام، وأيضا نفس المساحة التي هي موجودة في الرام في جالاكسي S4 أحباب في الله. السعة التخزينية في جالاكسي S5 أيضا لا تختلف بالنسبة لجالاكسي S4، فهما الاثنان في حدود 16 جيجا بايت أحباب في الله. البطارية في هاتف جالاكسي S5 قوية مقارنة أحباب في الله بجالاكسي S4، بحيث أنها تدوم أكثر مقارنة بجالاكسي S5 بجالاكسي S4، والشيء الذي لمسته أنا شخصيا بعد تجربة الهاتفين أحباب في الله. وأيضا يعني بالنسبة للشيء الذي هو مهم في جالاكسي S5 أحباب في الله فهي السعة أو عفوا فتحة USB، فوضع عليه غطاء بحكم أنه كما هو نعرف يعني جالاكسي S5 مقاوم للماء، بالتالي وضع الغطاء حتى لا يتم يعني تسرب الماء داخل يعني فتحة USB. فكما ذكرت فتحة USB في جالاكسي S5 أحباب في الله
فهي تتوفر على خاصية جميلة جدا وسرعة نقل البيانات. مثلا إذا ربطت حاسوبك بهاتفك وربطت يعني USB بهاتفك، فيتم يعني نقل البيانات بسرعة مقارنة بجالاكسي اس 4. وأيضا يعني الشحن يعني في جالاكسي اس 5 سريع مقارنة بجالاكسي اس 5 اس 4 أحباب في الله، وهو الشيء الذي لاحظته أنا شخصيا أحباب في الله، وهذه خاصية أخرى جميلة في جالاكسي اس 5 أحباب في الله. أيضا السمك الخاص بالهاتفين إذا لاحظتم معي يعني فنوعا ما السمك رقيق في جالاكسي اس 5 مقارنة بجالاكسي اس 4. وخصائص أخرى يعني يمكن أن أتطرق إليها في هذا الفيديو. فكما هو معروف أيضا أتى بخاصية البصمة فلم أقم بتفعيلها لحد الحين. وأيضا في الإعدادات نجده نوعا ما أكثر سهولة إن صح التعبير عند تصفح الهاتف والوصول إلى الأشياء التي تريدها، بحيث أن عندما نذهب إلى الإعدادات فنجدها بشكل أجمل مقارنة بجالاكسي اس 4 أحبابي في الله، بحيث أنه تم تصنيف مجموعة من الأقسام، مثلا الأقسام الخاصة مثلا الاتصال والخاصة نعم الاتصال والبلوتوث إلى غير ذلك، وأيضا كومبارتير يعني التطبيقات الخاصة يعني المشاركة وشي من هذا القبيل، ربط مثلا الهاتف بالمطبعة وشي من هذا القبيل، الطباعة وشي من هذا القبيل، لا أعرف إذا كان الجملة صحيحة. وأيضا قسم خاصة بالصوت والشاشة إلى غير ذلك، فأتى بإعدادات يعني جميلة جدا تسهل الوصول إلى الأشياء التي تريدها، ويمكنك تغيير الشكل إلى شكل آخر يعني إن صح التعبير كما سوف تشاهدون أحباب في الله. فنفسه يعني أتى بأقسام خاصة بأي شيء تريد الوصول إليه، وهو شيء كما أشرت الذي يسهل الوصول إلى بعض الإعداد التي تريد تغييره على هاتفك أحباب في الله. فإجمالا يعني كانت هذه مقارنة بسيطة. فنصيحة بالنسبة لي أنا شخصيا، نسينا الكاميرا أحباب في الله، وشيء مهم جدا في الهاتف. فالكاميرا في جالاكسي اس 5 قوية جدا، 16 ميجا بيكسل مقارنة بالكاميرا في جالاكسي اس 4 أحباب في الله. فكما ذكرت يعني الكاميرا في حدود 16 ميجا بيكسل، والشيء الرائع يعني أنه يمكنك التصوير بدقة 4K أحباب في الله. وسوف أحاول إن شاء الله رفع فيديو سوف أقوم بتصويره هنا في برشلونة بهذه الدقة، حتى تشاهدون يعني الجودة في التصوير في هاتف جالاكسي اس 5. فكما أشرت يحتوي على كاميرا في حدود 16 ميجا بيكسل مقارنة بالكاميرا في الجالاكسي اس 4 الذي يتوفر على كاميرا 13 ميجا بيكسل. ونلاحظ مقارنة كبيرة جدا لوجود صراحة في يعني لوجود اختلاف عفوا يعني بين دقة الكاميرا في جالاكسي اس 5 واس 4. بالنسبة لإخواننا الذين يريدون وبصدد يعني شراء هاتف جالاكسي 5 أو التفكير في شرائه، يمكنني عفوا يعني أن أنصحكم بالتريد لحين ما يتم إصدار هاتف المرتقب جالاكسي نوت كواترو يعني نوت 4، الذي كما هو معروف سوف يأتي بخصائص أخرى جميلة جدا التي قد يعني لا تجدها في جالاكسي اس 5. طبيعة الحال هاتف جميل، هاتف قوي، لكن إذا كنت تريد التفكير حاليا فلم يتبقى وقت كبير جدا لصدور هاتف جديد كما أشرت نود 4 نود 4. بالتالي يمكنك التريث لحين ما يتم إصدار هذا الهاتف وشراؤه، بحكم أنه كما أشرت سوف يأتي بسعة تخزينية أكبر، وأيضا مجموعة من التغييرات التي قد يعني لا نجدها في جالاكسي اس 5 احباب في الله. فكانت هذه مقارنه بسيطه، اتمنى انها تعجبكم، اول تجربه لي في مقارنه هاتفين. لا تنسوا في الاخير دائما زيارتنا على موقعنا دبل فيديو الفيديو لبونتيغلا 5.com، الانضمام الى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981. ايضا لا تنسى مشاركه هذا الفيديو مع اصدقائك حتى يستفيد الجميع، والضغط على اللايك كمساعده منك لي شخصيا ومساعده هذا الفيديو لكي ينتشر. في امان الله.